بيكم، انا بسمه الفيومي. هنعمل الرز المعمر الفلاحي على اصوله زي الكتاب ما بيقول. بس قبل ما نبدا الوصفه يلا ننزل بسرعه بسرعه، سبسكرايب للقناه وفعل علامه الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل لايك للفيديو لو الوصفه عجبتك. مستني كومنتاتكم. بصي الرز بتاعنا عامل طبقه جميله ازاي، القشطه هي اللي عامله كده. عشان تعرفي كل التكات كملي الفيديو لحد الاخر. هنحتاج بقى المقادير بتاعتنا. هنحتاج كوبايتين من الرز مغسول ومتصفي كويس، نص كوبايه من القشطه البلدي، انا مستخدمه قشطه بلدي اللي هي بتتجمن على وش اللبن، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره زيت، وحوالي معلقتين كبار زبده، واربع كوبايات لبن. كوبايتين للرز هياخدوا اربع كوبايات من اللبن، لبن صافي. الفراخ بقى اللي هنحطها مع الرز، انا جبت ربع كيلو صدور وقطعته مكعبات، وطبعا نقعته في خل وملح عشان ميبقاش في اي زفاره. هنحتاج بقى للفراخ ايه، مكعبين من الزبده، ومعلقه ملح، ومعلقه حبهان، ومعلقه فلفل اسود. عايز تستغني عن الحبهان والفلفل الاسود مفيش مشكله، بس هما صراحه لايقين على الوصفه وطعمهم حلو جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل بقى الخطوه اللي بتخلي الرز بتاعنا مفلفل. هناخد نص كميه القشطه، احنا معانا نص كوبايه قشطه، هناخد تقريبا ربعها، يعني هناخد ربع كوبايه من القشطه. حط القشطه بتاعتي، خدنا تقريبا نص الكميه، وهنحط معلقه الزيت ومكعبين من الزبده. نعمل ايه بقى؟ نعجن كانك بتعجني، فرفطي الرز بايدك وحاولي تدخلي الزبده والقشطه فيه، عايزه الزبده والقشطه والزيت يبقوا مغلفين الرز كله، ما تبقاش في حبه رز مش متغلفه. ايوه كده تمام. هنحط بقى ايه، معلقه الملح بتاعتي، انا حاطه على كوبايتين معلقه كبيره من الملح، انا شايفاها كده مناسبه جدا، اللي حابب يقلل يزود، بس انا شايفه كميه الملح كده مظبوطه. هنغلفه مع بعض لحد ما نوصل للدرجه دي. بصي الرز كله تحسي الرزيه كلها متغلفه بالزبده وبالقشطه وبالزيت. بس كده تمام، الرز كده حلو جدا. هنحط بقى حلتين على النار، حله هنحط فيها اللبن والحله التانيه هنعمل فيها الفراخ. هنحط اللبن بتاعنا، انا مستخدمه لبن بلدي، هتستخدمي اللبن المعلب مفيش مشكله، بس الصراحه الرز المعمر ما يتعملش الا بلبن بلدي. يعني هنسيب اللبن بتاعنا يغلي. الحله التانيه هنحط مكعبين من الزبده، انا عايزه الزبده بتاعتي تسيح بس ما تتحرقش، خلي بالك عشان الزبده بتتحرق بسرعه، يا دوبك بس تسيح كده كلها وتبقى الحله بتاعتي كلها فيها زبده والحله بتاعتي كلها سخنه. هننزل بقى بالفراخ واحده واحده. الخطوه دي مهمه مهمه جدا، مش عايزه الفراخ تنزل ميتها، لازم الطاسه او الحله اللي بتستخدميها تبقى سخنه جدا. تقليبه كده مش هقلب كتير، بس كل قطعه فراخ تبقى لامسه الحله، مش هقلب، كل قطعه من الفراخ تبقى لامسه ايه، الحله بتاعتي. وهسيبها مش هاجي جنبها مش هقلبها الا لما الفراخ تبتدي تاخد لون من تحت. ايوه كده تمام. نديها بقى تقليبه، انا مش هاممني خالص ان الفراخ تستوي، الفراخ كده كده هتستوي في اللبن مع الرز في الفرن. هنحط التوابل بتاعتي اللي هي الفلفل الاسود والحبهان والملح، هنقلب كده لحد ما الفراخ كلها تتبل بالتوابل اللي احنا حطيناها. تقليبه بس كده في السريع، وبرده عايزاها تاخد لون عشان تبقى الفرخ حته الفراخ من بره متشمعه كده وتفضل طريه من جوه. بس كده تمام جدا. هنحط بقى الرز بتاعنا اللي احنا دعكناه بالقشطه وبالزبده وبالزيت وحطينا فيه الملح بتاعنا. نحط الرز كده بتاعنا على الفراخ، نديهم تقليبه. بس كده تمام قوي، كده كله اتغلف مع بعض، اللبن بتاعي بيغلي. هننزل بالرز واحده واحده طبعا عشان اللبن سخن.
حابة تغيري الفراخ وتحطي حاجة تانية، تحطي لحمة مفرومة مع الصاجة، تحطي كبد وقوانص، تحطي في قطع فراخ، ممكن تجيبي الفرخة وتقطعي الدبابيس مثلا وتقطعيها حتتين وتحطي أي حاجة ممكن تخش معاكي مع الرز المعمر في الفرن. بيتعمل بالحمام طبعا، ده بيتعمل بالحمام بيبقى تحفة. هعمل لكم مرة الرز المعمر الفلاحي بتاعنا ده بالحمام. ده الطاجن بتاعي، خلي بالك انا سخنت الطاجن في الفرن، الطاجن سخن وسخن جدا، ما ينفعش الطاجن يبقى بارد وتروحي حاطه الرز واللبن بتاعنا حرارتهم تنزل. بس انا هغلف الطاجن بتاعي بالزبده، معلش انا عارفه ان الزبده كتير بس هي الوصفه كده، لازم الرز المعمر لازم زبدته كتير او سمنته كتير. هغلف الطاجن كله عشان الرز بتاعي ما يلزقش فيه. انا اعتقد ان احتاج الفرشة احسن عشان ايه يبقى الطاجن كله متغلف. بس كده كده تمام قوي، احنا غلفنا الطاجن بتاعنا كله بالزبدة. هننزل بقى بالرز واللبن بتاعنا وقطع الفراخ. بس كده تمام قوي، وانا لازم اللبن يبقى سخن، اوعي تحطي اللبن بارد، لازم كل حاجة تبقى سخنة، كله سخن على بعضه ويخش الفرن سخن. الفرن سخن جدا وعلى حرارة عالية، اعلى حاجة عندك في الفرن عليها، يعني انا عاملة الفرن على 260. بس كده هنصبه في الطاجن بتاعنا. والله الوصفة دي تحفة تحفة، انا بعشق الرز المعمر، يعني انا احب اكله اصلا من غير حاجة، اوقات بعمله محطش فيه لا فراخ ولا لحمة ولا اي حاجة، هو لوحده اصلا بيبقى تحفة. هننزل بالرز بتاعنا كله في الطاجن، نضفي حروف الطاجن، مش عايزين حاجة تتحرق ولا تعمل ريحة مش لطيفة في الفرن. بس كده تمام الطاجن بتاعنا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط القشطة، هنحاول نوزع القشطة على الطاجن كله كده من فوق. القشطة دي اللي هتديني الوش اللي شفتوه في اخر الفيديو، اللي شفتوه في اول الفيديو هتشوفه في اخره. بس القشطة دي اللي ايه هتدي الوش الحلو المحمر اللي فوق ده. حاولي توزعيها كده زي ما انت عايزه. انا دلوقتي مستخدمه قشطه زي ما قلت لكم، مستخدمه القشطه اللي على وش اللبن. لو عايزه تستخدمي القشطه المعلبه ماشي مفيش مشكله. عايزه تحطي كريمه، بس انا بصراحه ما بحبش الكريمه، يعني رز معمر يعني قشطه ويعني لبن بلدي، يعني سمنه بلدي المفروض، بس انا بصراحه مستعمله الزبده. بس كده حطيت القشطه بتاعتي كلها، ده حوالي ربع كوبايه من القشطه، من القشطه البلدي. ونحط طبقة كده محترمة على الرز من فوق عشان يدينا لون حلو. بس كده تمام، وزعتها على قد ما اقدر. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 260، اعلى درجة عندك في الفرن، وهنسيبه لحد ما الطاجن كله يشرب اللبن بتاعه. ادي الطاجن بتاعي جوه الفرن، بصوا شكله تحفة ازاي. انا عملت طاجن صغنون لبنوتي عشان هي بتحب تاكل طاجن لوحدها. الطاجن بعد ما طلع شكله يجنن. يا ريت تعرفوا تشموا الريحه، يعني يا ريت في اوبشن انكم تشموا الريحه، الريحه تجنن. تعالوا بقى اوريكم الرز من جوه شكله عامل ازاي. الرز ده بيتاكل سخن، ما تستنيش عليه لما يبرد. بصوا الرز عامل ازاي، والله الكاميرا ظلماه، الكاميرا مش مبينه او قد ايه حلو. بصوا الطبقة اللي على الوش دي، الطبقة اللي عملناها بالقشطة، القشطة اللي حطيناها قبل ما ندخله الفرن. بصوا الدخان، بصوا عايز اقول لكم انه يجنن يجنن ومفرفط ومفيش رزاية لازقة في التانية، وحلو جدا، وصفة حلوة جدا، وصفة تشرف صراحة لو عملتيها في اي عزومة وصفة تشرف. وزي ما قلت لك بدلي الحشوة باي حاجة تانية، اي حشوة تانية انت عايزة تحطيها. بصي الرز جميل ومفرفر ازاي، يعني ممكن تحطي كبد وقوانص، ممكن تعمليه باللحمه المفرومه، ممكن تحطي خضار فيه كمان. وان شاء الله مره هعمله لكم بالحمام. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك كده عشان المره الجايه ان شاء الله هعمل لكم الرز المعمر بالحمام. وما تنسوش تتابعوني على الاكونت بتاعي على الفيسبوك اللي ظاهر قدامكم دلوقتي، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة. باي باي.